هذا الزومبون 100 غرام انا شام هذا وعاد في لاكيس غادي يحيدوا 30% ها هي بمعنى انت تصدق نخلصوا هذا 140 ريال 140 ريال على كفا 5 ديال الطروفه ديال الزومبون عقلت وليدات قدام مالك اللي كنمشيو ناخذوا الجامبون عند اليهوديه بشحال كتحسبوا لنا 100 غرام 30 درهم والزياده 40 درهم ياك انت خاي 140 ريال انت دير في الخبز وانت واكل مخير مالك خرجوا لي عاوتاني المظلم يعني حنا ما كناكلوش الحلوف ترى والله الحلوف راه نقارض عندك هادشي ما بقاش حلوف خليتي شعاله يلا ترى رمضان شي كل ما كدوره ما كتسدش حوان الشراب والله يتيسكروا المغاربه في وسط رمضان يسكروا يلا تهلا لي في راسك